والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آتينا سرباسي قضايا الشرطية، قضايا شرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة على تقدير أخرى، يعني على تقدير نسبة أخرى أو بنفيها. شرطية متصلة أبي كي متصلة أبي بشرطية كحكم كري لو قضية شرطية لا حكم كري بشي بثبوت نسبته، ولك حكم كري بثبوت نسبتك لسر تقدير حصول نسبتك تر، يعني لسر وكأجرني بتقديري وأجر فلان نسبة الروب داحت من أمشها، وقولي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أجر الشمس طالع بيه مثلا أجر طلوع الشمس ببيه نهار موجودة، يعني إيتر مثلا ناكري نهار موجود نبي أجر الشمس طالع بو حالبي الآن يمتوشي كروا حكم كردوا بثبوتي نسبة وجود بولاي نهار بناء لسر تقديري إثبات ثبوتي طلوع بو الشمس. يعني أبي طلوع بو الشمس ثابت بجاته أو حكم كيبوا أو بنا فيها، يا مثلا إيه من حكم ما نكردوا بس بنفي نسبتك، بنفي نسبة لسر تقدير نسبة جيدر. مثلا وافرزك قالين إن كان الشمس طالعة، يعني إن لم تكن الشمس طالعة فالنهار ليس بموجود، يعني إيه من حكم ما نكردوا بسلبي وجود لنهار بنفي أو نسبته، يعني أو نسبة ما منفي كردوا باشا لسر تقديري باشا لسات تقديري ثبوتي نسبة كتير حالبي، يا مثلا وتما إن لم تكن الشمس طالعة لسات نفي نسبة كتير، يعني أساقة أو نسبتها بيه كمثلا سلبي طلوع على الشمس كأقرأ ووجودي ببيع لولا سلبي وجودي لنهار كريت أو يا أقرأ إن كانت الشمس طالعة أقرأ الشمس طالعة فليس الليل بموجودي ليل موجود نية، يعني إيسان إما حكم ما نكردوه بشي حكم ما نكردوه بنفنا بنفي وجود لليل، يعني تبع شونية يتر وجود ما لليل نفي كرده بناء لسر تقديري ثبوتي طلوع بو الشمس أو حالبي أو أبيت شي أبيت الشرطية متصلة جاء أم شرطية متصلة لزومية، شرطية متصلة كدو جورة لزومية واتفاقية. لزومية يكي إن كان ذلك لعلاقتين، يعني أجر قرار بأ أو ارتباطي دون نسبة بيكو حالبي أجر لبر علاقة قبل بينه، وإلا أجر هاتو أو ارتباط لبر علاقة نبو فاتفاقية، يعني الشرطية متصلة كو أبيت الشرطية متصلة اتفاقية أما أو جاب أما خويني الملاب زين بيوتر أجين أما تار أما شرطية وأشرطية متصلة ومنفصلة دعاء وجنوري منفصلة علي أما كليراوتي قضية شرطية متصلة منفصلة أما نبوكوتي على تقدير أخرى سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين. كيف خويا كارما بوني أو دون نسبة لجملة قراريان قرتيا لجملة شرطية كا شن دون نسبة هيا شن حكمك ريب بثبوتي نسبتي كان بناء على تقدير أو تريان ماشا هل كان ثبوتي بن يا هل كان سلبي بن يا مختلف داني كان سلبي وداني كان داني كان ثبوتي وداني كان سلبي بيه. وكو مثلا كلما لم يكن زيد حيوانا، يعني هركاتي كزيد حيوانا لم يكن انسانا قطعا انسان يجنيه او حالبي جائسه كاني يا مثلا حكم ما نكردو بعدم انسانيه زيد بنا لسر ثبوتي نسبتي تلك عدم حيوانيته، يعني قال حيوان نبي انسان يجنيه باشا. أما كلما لم يكن زيد حيوانا لم يكن إنسانا، يعني أما هردو كان عربة بسر يكون دو قزيك دو نسبة، يعني هردو كان على دانا دانا بتفكيكو سلبيا، ولي هردو كان بسر يكون قضي موجيبة ولا موجيبة أما موجيبة يكوى لقال أوي كوا هردو نسبتك سلبيا حالب ابنه ولي مثلا موجبة أما مثال بو موجبة لقال شي لقال
بالي سلبي دون نسبتك لقالوا هر دون نسبتك سلبي قليك قليك موجبة يعني مثال بو أو أجابيني نوا هر دون نسبتك سبوتي بن بلان قليك أشمان موجبة به وكو مثلا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودة أو حالبي فالمتصلة الموجبة بس متصلة موجبة كما ما حكم فيها أو هي كحكم تأكرابة باتصال النسبتين باتصال دون نسبت مثلا إذا أودوا نسبة يعني عدم حيوانية وعدم إنسانية متصل بينكم أو حالبي والسالبة ما حكم فيها بسلب اتصالهما وليس سالبة أويا كحكم كرابة لقضية شرطية كذا بسلب اتصال دون نسبتك يعني واجني كأعم دون نسبة بينكم متصلني وكل ليس البتة كلما كان الشمس طالعة كان الليل موجودا يعني واني هر وقت الشمس طالع به يعني الشمس لحالة لوعاوي ليل موجود به حالبي كواتت ما شاكا يعني وجودي ليل طلوع الشمس كدون نسبة اتصاليا بيكونية ما دامك هل ما شاكا هل ليس كي أول نبي هل يهدو نسبتك يكال الشمس طالعة كان الليل موجودنا دون نسبة سبوتين نقلوا هكا دون نسبة سبوتين بلا بل ليس كإما نفي شي ما قلنا نفي اتصالك ما انكرده يعني أمدو نسبة بيكو نايا ندي هم زمان لي مثلا تلوع الشمس سبوتي تلوع بو الشمس لقال وجودي نهار بزمان بيكو نابن حالبي لقال وجودي ليلة بخشا هاو وكذلك اللزومية الموجبة هرب وجوريا اللزومية موجبة ما حكم فيها بأن الاتصال لعلاقة حكم كريب يا باو أما علينا ما شرطيي متصلي لزومية لزومية يعني شيء يعني قزيك كحكم تيا كراوة لو قزيها بما كاتصالي أم دون نسبة لبر علاقيك ولو السالبة ما حكم فيها سالبة حكم تيا كراوة بأنه ليس هناك اتصال لعلاقة يعني اتصالك لبر علاقة نية جا ممكن اتصال هر نبي يا ممكن ببي اتصالك بلا لبر علاقة نبي حالبي سواء لم يكن هناك اتصال أو كان لكن لا لعلاقة يا بي بلا لبر علاقة نبي وأما الاتفاقية اتفاقية فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه يعني شرطية اتصالية أو حكم تياك رابي تنياب اتصال ياب نفي اتصال ولكاك اتصال هي يعني بحثي ونبي كبيرا اتصال لبر علاقة شون اتصال لقربي جبي لبر علاقة نية باشا من غير أن يكون ذلك مستندا للعلاقة ببيع ويك أم حكم وائما أي كين مثلا تكيكا تسر علاقة وكلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق يعني هر وقت إنسان ناطق به حمار ناهق إيسا هر كان هي نسبة نهق نهيق ولا حمار نسبة نطق ولا إنسان باشا هر كان هي هم زمان آيس لحال حاضر إنسان ناطق وحمار ناهق ولي أم دون نسبة هر كان موجود هج علاقة لبين يناني في ولوك تلوع الشمس وجودي نهارك نية يكيك يا عايزة تلوع الشمس نية تلوع الشمس إلا تبو سلبي وجود إلا تبو وجودي نهار يعني ما دام كشمس بو باشا تلوع الشمس بو أو تلوع الشمس إلا تبو وجودي نهارك ولي إنسان نطقي إنسان إلا دنيا بو نهيقي حمار نهيقي حمار إلا دنيا بو نطقي إنسان أو ليس كلما كان الإنسان ناطقا كان الفرس صاهلا يا بسلبك مكاك وانية هر وقت ما دام إنسان ناطق بو فرسش صاهل به يعني أمدو نسبة اتصاليا بيكونية اتصالك لبين نسبة مثلا بالي نتقب إنسان ناهر يعني أما توصل باتصاله كرده نتقب إنسان يعني البتالة سبيل لزوم يعني نتقب إنسان صهيل بو فرس أو نوع دمي فرس بيجن صهيل حالبي لما مثلا علاقية لبين أناني لبين أدوانا إيساء و هيج ارتباط علاقة بين ناطقة وناهقة حمارانية حالبي دي أولي سلبي اتصالك كذا قال ليس كلما كان الإنسان ناطقا كان الفرس صاهلا يعني مرزولة عايشة خو ديارة كلما كان الإنسان ناطقا يعني ما دام هالوقت الإنسان ناطق بها فرس صاهل بها بمشي ونية وكو عليك مثلا كلما كان الشمس طالعة فالنهار موجود يعني صهيلي فرس هيجي بسر نطقي إنسان ونية با إنسان ناطق به ولي أقل إنسان ناطقه هج دخلك إلى صهيل فرسانية نما معنى أواك بلين والله إنسان ناطق ولا فرس ساهل نية
عالم بلا علاقين وبينني علاقيك يعني نا أو شروايا كواتا أوش سلبي اتصالك كريالة وبينه جاء أمجا نبوتي لعلاقة وهي أمر علاقتك أمريك بسببه بسبب أو أمره يستصحب المقدم التالية يعني مقدمك رفقاتي تاليك أكا بسبب أو أمره كعلية طلوع الشمس لوجود النهار وقام مثلا أها طلوع الشمس أبيب علت بوجود نهار لقولي ما كعلين كلما كان الشمس تالعة فالنهار موجود أها لرى علاقك علية يعني لبيني أو دون نسبة داني كان علة أو تريان معلول يا أم جارة أويت تواب منتصلة دي سر منفصلة ومنفصلة يعني شرطيك منفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين يعني أقل حكم كرابيتي أنا بتنافيد نسبتك يا بلا تنافيد نسبتك باشا تنافيد نسبة مثلا علي هذا العدد إما فرد وإما زوج لا أصلا ما دو قضية مركب وكيف شرط وجزاء لقال كان مركب به إيه كان هذا العدد زوجنا إيه كان هذا العدد فرد باشا ديخو أم دو نسبة لقال كان جاءت يعني أم عددة يا زوجة يا فردة يعني ناكري هم زوج به وهم فرد به حالبي جاء هم صدقا ناكري يعني بوجور بلا هر كان زوج به يا هر كان فرد به هم كيزبانيش ناكري بلا أم دو قضية هيتيان يعني نبدو عن عددا نزوجي شو نفرديشة حيش ناكري حالبي أوابت من فصيلة حقيقية وهي الحقيقية بلي. أو صدقا فقط يا مثلا صدقا تنافيا هيا فمانعة الجمع وكو هذا إما شجر أو حجر أعمى يا شجر يا حجر يعني شي أعمى يا شجر يعني أقر بيجي هذا شجر أقر أعمى الراس بيه باشا يتر حجر بيجي هذا حجر دروية أقر هذا حجر راس بيه داي شجر دروية باشا يعني كان هي نا تباشاكا لا صدقا كونا بنو إلا كيز باكو أبنو شون لكيز باكو أبنو أكريب بلي هذا شجر هر دروبي بجلي هذا حجر هر دروبي هل لكيز باكو أبو وابو ندو نسبتك وإلا صدقا كونا بنو هو بيغل المانعة الجمع حالبي باشا خويا غير الدوايا بله ام جارا بحالتي سي مثلا كيزبا كوب بنوا بله ولا صدقا بله نعم صدقا كوب بنوا ما كيزبا كون بنوا بله مثلا هذا لا شجر دوايا هذا لا حجر بله اعمل لا شجره باشا لا شجره بله دي لا حجر ايش لا شجر يعني شجرنيه لا حجر شيء يعني حجرني تاخذ له سهدك يعني يا لا شجر يا لا حجر دي اما اكري بيجي هذا لا شجر هر صادقه بيجي هذا لا حجر هر صادقه بلا مثلا ممكن لكيز بعد كون ابنه فرد بيجي هذا لا شجر دروب يا مثلا اگر لا هذا لا شجر دروب معناها ما شجره حالبي دي اگر اما دروب لولا شو بيجي هذا لا حجر او جهر دروبية يعني حجريشة بس اهان لك كذبا كون ابنوا برخلاف مانعة الجمع اهو تاني اهو تاني اهو حبا مانعة الخلوة جاي سكانية اما نبوتي لو هي الحقيقة يعني فالمنفصلة الحقيقية منفصلة حقيقية ما حكم فيها او يكا حكم تاكرا بتنافي النسبتين في الصدق والكذب بما يبدو جاياتي دون نسبتك لقريك هملة صدقة هملة كذبة كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا أم عدد يا زوج يا فردا ماشا دي إتخوة أن لا صدقة كومن لا كذبة أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق والكذب يا حكم كريت يا بسلب تنافيك آخر إذا لو هنا حكم را يعني أو دون نسبة بويب أو آخر أو إما أو يا أمي يا أوي يعني أو أنا حرفي شين حرفي تنافين يعني حرفي يكن أو دوشتك ما قبل وما بعد يانا دجي يكن باشا دي أما تو علي أم عدد يا زوج يا فرد زوج وفرد لقال لك ونابنو أو حالبي ولا قال لك إيش مرتفع نابن بلي هيك يعني نبي أمر أبو سلبي تنافيك وكما سبق ليس البت اما يكون هذا العدد زوجا او منقسما بمتساويين
يعني أما بليوانيا أما يعني أما نابع ترديدي خي بيجي شي بيجي هذا العدد زوج تمام شاكا هذا العدد زوج أو منقسم بمتساويين دو نسبة هذا العدد زوج أما عدد زوجة دو أو عبارة يوم هذا العدد منقسم بمتساويين تخو هل أوه زوج منقسم بمتساويين دي باشا دي كواتتو حكم كي بيجي هذا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون منقسما بمتساويين أما غلطة يعني دلوية أشياء بيجي شيء ليس وانية هذا تحكم كربة تنافي أو دون نسبة يعني نسبة العدد زوج العدد منقسم بمتساويين هذا العدد زوج هذا العدد منقسم بمتساويين باشا نسبة كان جاتيان لغلية كانية يعني مش بل ليس كينا ما نحكم كربة شيء حكم كربة عدم تنافي أو دون نسبة وانية يعني أو دون نسبة لقوليك يعني تنافي كمان سلب كرده أو تاني لا ما برده والمنفصلة المانعة الجمعي منفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها أو هي كحكمي حتي كرابي بشي حكمي تي كرابي بتنافي النسبتين بتنافي دون نسبتك أو لا تنافي ما لا تنافي دون نسبتك في الصدق فقط نقل كذبا نكو هذا الشيء وما أن يكون حجر وما يكون شجرا ومثال كما هنا ولا هو والمنفصلة المانعة الخلي ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب باشا أو هي كحكم التي أكرابة حكم التي أكرابة بتنافي دون نسبتك يا لا تنافي دون نسبتك لا كذبا فقط كقوله إما أن يكون زوجا في البحر وإما أن لا يغرق يا لا يغرق بلى يعني مثلا دي أمرا يعني شي يعني أوا دو جملة يا كان زيد في البحر أوا باشا يا كاكيتر يا شي زيد لا يغرق أكري أما هل كان رازب زيد لا بحر أبي وغير خشنة بشون ما لا زاني وايا وأشكري شون بي أكري هل كان مناكري هل كان دروبي زي مناكري هل كان دروبي شون أقر تو بيجي زيد في البحر باشا أما أجا أما دروبي أبيت أشياء بين زيد في البري زين لو زين لو شكانيها أمجا أكري أما بتني الراس بين برا ممرة زيد لا يغرقو ها أو أمانود أجر أو دروبي أشي لي هذه زيد يغرقو أو تهرك يا بدم ياك الله زيد في البري يغرقو يعني زيد لو شكاني أخن كيف بقاو بقاو خن حاربي أها بس كواته أو لكيز باكون أبنو دو قضيك ولا صدق اكو بنه تو هو مانعة الخلوة اجنا سادين بيجين بولا تنافيك الا اما اسفادا كابو تنافيك لا لا قربتي بوني لا بس اما انا اماني هر هر اما او بو لا او لا فرقنا زي كقول اما ان يكون زيد في البحر او لا يغرق يا واما ان لا يغرق فرقنا لا يغرق او نبوتي او صدقا فقط اي لا في الكذب يا مثلا بلين لصدقك تنافي هيا بلا من كذبانية يان كاك لصدق تنافيه يتم مع قطع النظر عن الكذب هيت كان بوني لكذبا هيا يانية جاري وياه وكلامي حتى جاز أن يجتمع النسبتان في الكذب باشا وألا حتى جاز أن يجتمع النسبتان في الكذب وألا يجتمع حتى بشويك جائزة دون نسبتك لكذبا كوبنا وأشكري كونا ويقال للمعنى الأولي مانعة الجمع بالمعنى الأخص يعني بويك أولك كأجر صدقا تنافي ببولا كيزبان به فيه مانعة الجمع بمعنى أخص ولبودو ومكا كألين لصدقا تنافي ببيت إلا كيزبا كيف خويتي هي يعني أو أعم يعني ما كأولا أعم به مثلا أكري جمع دون نسبتك ببيتو أكري نبيتو أجر قرار بين الكذبة جمع كيبيتو بتم منفصلة حقيقية. أجر نبيتو بتم منفصلة حقيقية. فاز أو منفصلة مانعة الجمع بو معناها هم شاملي مانعة الجمع كدي هم شاملي منفصلة حقيقية جدي. ولي أجر قرار بين مثلا الكذبة نبي هر منفصلة مانعة الجمع. الكذبة تنافي نبي. أو كذبا فقط أي لا في الصدق أميش. حالبي. أي لا صدق نبي. أجل صدق نبي أو
مانعة الخلو بمعنى أخص أو مع قطع النظر عن الصدق. يا أصلا كان من بسيط غرنية إما بو بديهاتني مانعة الخلو كا أمانوية تنافي لكيز باب بي باشا جاء أقر إما أمانوية تنافي لكيز باب بي كارمان بوني تنافي لصدق هيانية هذا حالي بي داي والأول مانعة الخلو أمش بمعنى العامي وثاني بالمعنى الأخصي وثاني بالمعنى العامي ودومك مناعة عامة تاني باب يسين موفق إن شاء الله.